كامل هو الاخر بتسجيل حضور متميز لانه بطل الدوري لثلاث مواسم متتاليه في النسخ الخمس الاخيره. كره في محاوله تصل الى تارديلي، رميحه يسدد، جول جول جول. يكون تارديلي، وتارديلي هو من ينجح في ذلك، يسجل هدف التقدم لمصلحة الغرافة ويهدف هدفا جديدا. في اللقطة الماضية سجل هدفه السابع في بطولة الدوري. رميحي تصدى للمرة الأولى، وفي المرة الثانية تارديلي يتعامل بشكل جيد ويضع الكرة في انت اللي كذا، انت اللي كذا. واحد من المحترفين الذين يستحقون البقاء حقيقة، 7 أهداف من أصل 11 هدف لنادي الغرافة في بطولة هذا الموسم.